لا، نكون الصراحة، استهلاك الوقود في الجزائر لا يخدم الاقتصاد الجزائري، لأن الاستهلاك هي في لما يكون اقتصاد، يعني اقتصاد فعال، تستهلك يعني، وخاصة الكهرباء، الغاز، كل المواد الطاقوية تستهلك كمية، لا كأنها استثمار، هذا لا يكون استهلاك نهائي، بل هو مدخل، ولا مدخل لنشاط اقتصادي. يعني تستهلك كيلو وات تسترجع 2 أو 3، ما يكافئ 2 أو 3 كيلو وات، لكن في الجزائر استهلاك الوقود، استهلاك الطاقة، هو استهلاك نهائي، لا أقول أنه ضياع، يعني لا يعود في أغلب الأحيان، ما أقول 60 و70% من الاستهلاك الطاقوي في الجزائر يذهب استهلاك نهائي، يستهلكه المواطن أو المؤسسات بدون أن يكون هناك un retour sur l'investissement. Ailleurs, on consomme. Chaque baril de pétrole, allez, on va dire ça, كل برميل بترول يستهلك ينتج قيمة إضافية من خلال يعني التحويلات الاقتصادية والنشاط الاقتصادي، يخلق ما قيمة 3 أضعاف، 3 مرات قيمتها. في الجزائر للأسف هذا لا يوجد في الجزائر.